بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقابلة يعني تكريمية للمرحوم عايش عبد الرحمن لكي يكرموه يعني. وهذه واحد المبادرة يعني اللي قاموا بها يعني اللعبة والمسؤولين وكذا، وكنشكرهم على هذا الشيء وعلى المبادرة يعني الأولى اللي كتوقع هنا في مدينة العيون. وكان احنا دائما خصنا نذكر اللعابه ديالنا بهذا التكريم. الناس يعني حتى اللعابه اللي متقاعدين لابد خصنا نديروا واحد الحاجه اللي غادي تكون يعني هنا في العيون.